عمرو دياب الهضبة مولود يوم 11 أكتوبر، هو برج الميزان، وسنة 2023 بشوف إنها سنة هايلة مع عمرو دياب، عنده فيها مرحلة جديدة هيحقق فيها إن شاء الله مكاسب هايلة، بس خصوصا من أول 17 مايو. في الفترة الأولانية من السنة يفضل يعني إن عمرو دياب ياخد باله في توقيع في توقيعاته في أي عقود، وبشوف إنه بس ممكن يكون عنده حيرة وتردد في اتخاذ قرارات في الفترة الأولى في الأربع شهور الأولى من السنة، لكن من أول 17/5 الحظ بيحالفه جدا في تحقيق مكاسب ويظهر بشكل جديد ويعمل يعني ممكن يكون في أعمال فنية له جديدة مختلفة وأسلوب مختلف في الغنى، خصوصا في الفترة اللي الحظ فيها رائع بالنسبة له، هتكون من أول 5/6 لغاية 8/10.